تعال لي يا عبيط. لا 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 اصبر يا مرات عم، انا عارف الاشكال دي. هقول لك الواد ده مكذوب من اللي بيبيع بخور في السيده. هو مش انا وقالك خطف لي البت دي تشحن. يلا العبيط ده اعمل انا بره. الم نفسك يا منصور، انت بتدافع عنه؟ اه طبعا بتدافع عن المتخلف ده. ايوه اهدى بس اهدى. انت مش عارف اتعمل ايه يا مرات عم؟ مش عايز اعرف عمل ايه. انا بركن عربيه زبون بره تمام، والحيوان ده مأجر جمل، مأجر جمل التافه ماشي بيه في وسط البلد. قلبت له عالي بالعربيه، قام اداني اشاره السنمة بتاعت الجمل. ان هو داخل يمين. استهنى. ايه؟ ايه اشاره السنمة دي؟ ما انت قلت شنطة العشرين وزيت الزلوم جت على الغلبان. ما اقولش انا يعني اشاره السنمة. طيب سامع. ايوه. تمام. المهم دخلت فيه، جبت له الجمل نصين، اسالي اي حد. اهو اسال عم عبده الحلاق ده كان واقف. انت عم عبده مش شفت الخناقه؟ اه يا سيدي شفت. اهو سيبينا كريتو على قفاه. لا 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 استنى انت مش فاهم ده مين؟ ده مين؟ دي فرقه انت جايباها؟ فرقه؟ هعمل فرقه ليه؟ امال لابسين كده ليه؟ عشيكي لا هو يعشيكي ويبهدلنا احنا. اصل انا مال انا عشيكي عشيكي انا مالي؟ يا ولا الله اسمعني شويه، ده المهرجه. ماشي فضلي دافع. ايه مهرجه؟ يعني ايه مهرجه؟ يعني ما تمهرجش معايا تاني. الله تعذب شو بتاع هناك ده ولا ايه؟ اللي مهرج يعني ما تمهرجش معايا. ما استنى بس يا مرات عمي، هو الغلطان؟ لا 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 انت مكذباني. اسالي فتح الفرارجي، انت مش كنت واقف؟ ايه اهو قلب دي كان يا ابني مالكش دعوه بيه. الله ده مهرجه هندي، اغنى اغنياء الهند. لما اخبخ بيها الهند جاي هنا ليه؟ يا سيدي بقى والله ما في خد غيرك بقى. ماشي والله انت مكذباني، انت مش مصدقني. عم صلاح الميكانيكي، انت مش كنت واقف؟ يا عمي مالكش دعوه بيه. الله ده المهرجه الهندي وده المدام. اه دي المدام؟ ايوه. يعني ده راجل هندي بجد؟ ايوه. انا اسف مهرجه، اسف مزيزو. طب وده مين ده؟ ده المترجم الخاص بجناب المهرجه. اه عشان نفهمه يعني. اه بس هو من فوق هندي ولابس جزمه السندباد، معرفش ليه. فهمان بصراحه. لا بس شكله مترجم حلو. اهلا بيك جناب المهرجه، احنا اسفين والله. ما هذه الحماقه وسوء التقدير. معلش التقدير خسرنا كتير يا ابو عمو. معلش معلش ترجم له. خسرنا كتير يا بنت. هو ترجم له وقال له خسرنا كتير. في ايه؟ مالك مالك جناب المهرجه؟ اين سنجلس سيدتي؟ يعني اهلا بيك في الجزء الخاص بلوكاندة السعاده اكرم 5 ستارز. اوكي يا بولتا. ايه كي يا بولتا دي؟ احلى من كي سراتو؟ لا قول له ما عندناش هنا في مصر غير كارنز وسراتو. ما ينفعش. امال ايه؟ هو قصده عليا الطلاق، ما انا قاعد في اوضه اكرم. كي يا بولتا يعني عليا الطلاق؟ اه هتنفعنا قوي انت مترجم. امال قول له امال عايز يقعد فين؟ هتقعد فين يا برنس؟ ثواني ثواني، هو انا عاجز؟ انا ايدي دي مقطوعه، مش عارف اقول لها تقعد فين يا برنس. بقول لك ترجم له هيفهمنا. انا هو كده فاهمك يعني؟ الله ايوه. هتقعد فين يا برنس؟ اوه اريد ان اجلس في غرفه العم رمضان. ايه اوضه عم رمضان؟ الله ده رزق عم رمضان. مهرجه هندي يقعد عم رمضان؟ استنى استنى بس هبقى افهمك بعدين. استنى عم رمضان ايه دي؟ اوضه نتنا حضرتك. هو بيحبها هو. ايوه اقول له اشمعنى الاوضه دي؟ ليه يا برنس الاوضه دي؟ لا اللهم صل على النبي بجد يا علامه. اه والله ده خد الكورس في ساعه. انت عارف الريشه دي حاساها الواي فاي اللي بيقولوا في الترجمه. مش ممكن يعني. ايه هيغني جورج والسوفه؟ اه بس بقى خلاص. منذ 20 عاما او يزيد من زمان فحت. هو ده ابتدى الترجمه له منذ 20 عام؟ قال له من زمان فح. والله والله الفيلم ابتدى يعني. ده لا ده احنا نقعد بقى نتفرج عليه الفيلم ده. اه ده ده لا حول ولا قوه. لا حول ولا قوه. ايه يا حاجه؟ لا ايه بتقعدي على مراحل؟ مشروع بيقعد تقعد كده. لم نفسك. هاتوا دي حديد عشان تستحملها بعد كده. هيا منذ 20 عام. هيا ايه ده؟ من زمان. ايه ده؟ وانا منديل بجد. ارفع دي كده شويه. سامع ان انا كومودينو جنبها شويه تحط عليها موبايل تشحنه. قال لك منذ 20 ارفع كده خليني انزل. يا ستي انا كل عظمه اوديه فين؟ منذ 20 عاما من زمان فحت. جئت انا وابي الى هذه اللوكندا الحقيره. جئت انا والحاج للوكندا الزبال. وجلسنا في غرفه العم رمضان وقعدنا في اوضه الحاج رمضان. الله. وحينها كنا فقراء. ساعتها كنا فقراء. ايه دق ايه ده؟ ايه ده يا اخي؟
بيترجم هندي شبرا. ان شاء الله ان شاء الله. مش عارف من غيرك كنا هنفهم ازاي. احنا مش فاهمين منك حاجه خالص. لولا الراجل العبيط ده والله. كفاره دقه. ولكن بعد ان اصبحت غنيا لما الظهر ليه عيب. جيت انا والمهبوبه. جيت انا والحته بتاعتي. تباع بيترجم. انا والحته بتاعتي. بين قوسين ضحكه ميصه. لا انا مش هبص هنا، انا هبص هنا. بس هنا احلى. ده الملخص. صح. لاستعيد بعض الذكريات. عشان افتكر اللي عدى وفات. يا راسي. أريد أن أنسى الهموم. أرفع عنك الهموم وأهملها مكانك محبوبي. أشيل عنك الحمول، ده أنت باع لي وسند. الله يا خالتي قولي. ده أنت باع لي وسندي. يا اللي مالي لي التلاجة لحمة. ما شاء الله بنتي ترجمة بسرعة يالا. ما تقوم تترجم مكانه. لا لا صاحب الراجل ده ده دارس. دارس. أيوه. تمت الترجمة بمطابع حمو بيكا. هو فعلا بيقول حاجة وهي هي. بين قوسين ضحكة زبالة. انتهيتوا؟ نعم. بص بقى قول له يعني هو طالما عايز يقعد وقت عم رمضان يبقى احنا ننتهي له عم رمضان. ولا ولا ايه اللي ايه؟ ايه الرشاقه اللي فطت فيك دي وقمت؟ انت بتحسديني على الهشاشه اللي عندي؟ في ايه؟ عايزه ايه؟ في ايه اللي عايزه ايه؟ ما يلا اتنيل قومني. قومك ايه في؟ انا لسه عندي مسرحيه ثانيه، ايه اللي قومني؟ قلت لها تقومني. ترجم لها قول لها والله ما بايدي. بدل الحركات دي ده الحركات. قومي قومي انت. يلا بجد. قومي لوحدك. اللي قومي لوحدك. اللي في سنك بيحبوا. قومي. ناقص كالسيوم ده ده معلش. ناقص كالسيوم. طب خليكي انت. بص بص اقول لك على حاجه. امسك انا في الهلب ده والميني السلبه. محبوبه. انت يا اختي. خليها مكانها، احنا نتعامل ان دي نافوره في قلب اللوكاندا. هننبسط حواليها. يلا والله ما هقدر اعمل حاجه. اللي والله ما هقدر اعمل. ماشي ماشي تمام. تعالي تعالي تعالي. ولا من دوختك في ايه اللي تعالي؟ انت هندي قوي، ايه اللي تعالي هتشيلها كده؟ تمام انت شايف كده يعني. لا هساعدك خلاص. ماشي هفضل قاعدك بترسم انا يعني. لا لا يلا يلا. وبعدين ده اهو يلا اللي اهو. يلا بس لو غرست ما تسيبنيش. شد عربيه واقعه في ترعه. ايه يلا شغالي في تيس الغنز بس يلا. يلا مش عايزه منك حاجه، جاتك البلد خلاص. الحمد لله اول واحده طلعت اهي. ايه اللي عملتها؟ عملت مروحه. ها هنعمل ايه؟ بيقولك عايز يقعد اوضه عم رمضان بالتحديد ليه ذكريات. كمل كده يعني. بلم نفسك يعني. يلا يلا هات يلا. لا يلا براح على ايدي. لا انا عدد صوابعي. كنت هتزحلق. لا 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 هتزحلق معلش. السجاده اللي كانت هتضيع. انت مستعد تدفع حلو في اوضه عم رمضان؟ مستعد ان ادفع مليون جنيه مصري مقابل الاسبوع الذي ساسكن فيه. إيه؟ وهيدفع ارنب مقفول. ارنب مقفول مليون جنيه يا عم رمضان. ولا ايه هبديك حته من الارنب. اه انت عايزه نقسم ما بيننا. فهمتك يا معلم انت. ماشي اتقل بس. طبعا موافقين موافقين. الاوضه جاهزه اكيد. تمام كله متفق. احلى تمر هندي. ايه ده ايه ده؟ انت عشان هنود فجايب له تمر هندي؟ خيالك محدود. هات هات. ايه ده؟ لا لا ايه ايه؟ اريد ان اتذوق. لا لا تتذوق، خد ترجم له طعمها. لا ما حلوه قوي. حلوه؟ حلوه حلوه قوي. خلاص خلاص خليه خليه بقى يطرهم على ما نفضي الاوضه. صبري. ايوه يا فندم. يلا خد جناب المهرجه والمقادم بتاعته يتغدوا في المطعم عندنا عقبال ما انا نجهز اوضه عمك رمضان. تحت امرك يا فندم. تحت امرك. نمستين نمستين. يا وليه تلم جوزك واقف؟ ايه اللي ايه اللي تلم جوزك واقف؟ دي بتشبع عليك الناموس تقول نمستين نمستين. سرسري شبشبي ايه ايه؟ لا يا استاذ منصف نمستي يعني بحبك بموت فيه. يا سلام. يلا يا ساندي. يلا ساندي. ايه يا جدع انا اسمه صبري. يلا ساندي صبري. يلا يا غزال الضرب الاحمر. شكري شكري يا سرحان. يلا بيقول اي حاجه بتيجي والله ما ترد عليه. سيبه سيبولي ده.
ده الكارت بتاعي انا اروح السفاره بتاعتي لو السفاره يا لا تصدق السفاره بتاعتي هات يا عم يلا اتكل على الله احتجتوا حاجه كلموني ايه ده بقول لك ايه المهم عايزين نقنع عمك رمضان ان هو يسيب لنا الاوضه لا انت بتهزري نقنع عم رمضان ده لو عرف موضوع المهراجه هو منذ 20 عاما والحاجات دي هيطمع امال هنعمل ايه هخليه يسيب الاوضه ازاي لا احنا نحور عليه يعني انا اقول لك حاجه نقول له ان ده واحد صاحبه يعني ايه مخه مهفوف شويه بيلبس هندي وبتاع ومحوش فلوس فعم عايز يستضيفه هنا عشان صاحبه بس ما عندوش اوضه فهناخد اوضتك ونراضيك بقرشين ماشي يلا حلو ده حلوه بس ما تقعيش بلسانك قدام ولا تقولي هندي ولا تقولي عبيطه يا عم يلا نتيجه عم رمضان رمضاننا هذا منصف هياط في ايه ايه ده ايه اللي لم الشامع المغربي الهندي ايه يلا امال امي انت ليه مش فاهم يعني لا لا بس الحمد لله ما قلتلوش المليون جنيه وانه هيدفع ايه ده ايه خش انت حاجه فيها جنيه لا 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 مفيش ايه ده ايه يا رمضان ما شاء الله وشك نور غسلت وجهي ايه ده ايه الكسوف انت اول مره تغسله لا اول مره اغسله بصابون يعني لا اكيد سرقوا الصابون ده يا عم لا لا عندي عندك صابون من ايام ابويا الله يرحمه الله يرحمه ده تلاقي الصابون اللي بيحطوه في الدولاب ده عشان الحاجات ما تعتقش ماشي يا عم خش في الموضوع وشك منور ايه حاضر رمضان من الاخر عايزين نعمل معاك ديل ديل ايه اللي هتعملوه معايا ديل هيركبوا لك ديل ياض هرجعوك لاصلك ايه هو انا كنت فار يعني يا عمي عشان لا انتوا قردي يلا يا عمي احنا عايزينك في موضوع اهم من ديل دي يعني ديل يعني مصلحه راكب فيها مصلحه معايا انا يلا يا من الاخر كده يا رمضان في واحد صاحب اكرم هندي عايز يجي عندنا هنا في اللوكاندا ويقعد في الاوضه بتاعتك يقعد في اوضتي انا طب وانا اقعد فين والبنت شيماء بنتي هتقعد فين معلش هو مش هندي هو راجل يعني بيعمل هندي هو مجنون شويه فاحنا هنرضيك بقرشين عشان يقعد عندك اي طب ما يقعد في اي اوضه ما انا عندي اوض فاضيه كتير اشمعنى اوضتي يعني ده هو اسبوع يا رمضان ايوه الاسبوع ده شيماء بنتي هتقعد فين ارميها في الشارع معلش اخوك اصل مستنضف اوضتك احلى اوضه فعايز يجامل صاحبه يعني وهنشوفك بقرشين حلوين لا لا ما لا بنتي هتقعد فين وقرشين ايه وقرشين دلوقتي ما بقالهمش قيمه لا مش قرشين قرشين يا رقم يعني قولي هديك 10000 جنيه ايوه شيماء بنتي هتقعد فين لا لا يا عمي طيب انت حد يقول له 10000 جنيه هو يتول اصلا انت هتاخدي مليون جنيه تقولي له 10 ايه ده هو منين يعرف ان احنا ناخد مليون بخيل يفهم قيمه الفلوس تقولي له 10000 قولي له الحقوني الحقوني في ايه في ايه في ايه يا لهوي الاوضه فاضيه عشرة آلاف جنيه انت طردت بنتك عشان 10000 جنيه ده انا قتلها قتلها يا ريتنا قلنا خمسه 10000 جنيه ايوه ايوه يلا هاتوا 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 فلوس حاضر حاضر هاتوا فلوس حاضر هاتوا فلوس حاضر يا عم 10000 جنيه هاتوا فلوس ايوه ايوه ايه ده هيطلع دخان وهيتحول ايه هو مالك مالك اصل رقم رقم ايه ايه ده ما يجيبش تليفون محمود ده ايه ايه 10000 جنيه فيها 10000 جنيه وعايزهم في شنطتين بقى شنطتين شنطتين ليه ده 10000 جنيه 10000 جنيه 10000 خلاص خلاص 10000 هاتيهم في شنطتين يا مرات عم كل شنطه 5000 هاتيهم جنيهات عشان يملوا الشنطه تمام جنيهات ايه يا اهبل ايه انصاص جنيهات انصاص أربع شنط يا مرات عمي معلش دول 10000 جنيه 10000 جنيه يا بنتي يا نهار اسود هنروح سويسرا سويسرا ايه ده مش هيودوك المطار ماشي يا عمي ماشي